بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده اول محاضره باراسايتولوجي في جي اي تي موديول. ايه البرازايت اللي بتافكت الجي اي تي؟ زي ما اتفقنا من السنه اللي فاتت البرازايت ممكن نقسمها لجزئين كبار، الهلمنسز والبروتوزوا. بالنسبه للهلمنسز بقسمها لتريماتودا، سيستودا، نيماتودا. التريماتودا اللي هي الديدان المفلطحه، هناخد منها ان شاء الله الفشيوله والشيستوزوما. طيب سيستودا اللي هي الديدان الشريطية، هناخد منها دايفيلوبثريم ليتم، تينيا، دايباليديم كرينم، إيكينوكوكس. طب النيماتودا اللي هي الديدان الأسطوانية، هناخد منها الأسكاريس، أنكليستوما، سترونجلويدس، تريكوريس تريكورا، ترايكوسترونجلويدس، أند توكسوكورا. بالنسبة للبروتوزوا اللي هي كائنات وحيدة الخلية، هناخد منها الانتاميبا، الجيارديا، بلانتيديم كولاي، كريبتوسبوريديوم، ايزوسبورا، سايكلوسبورا، ساركوسيست، ليشمانيا دونوفيني. دي كل البرازات اللي ان شاء الله هناخدها خلال الموديول ده. النهارده ان شاء الله نبدا باول محاضره اللي هي ناخد فيها نبدا بالفشوره. There are two species. عندنا من الفشوله نوعين، فشوله جايجانتيكا وفشوله هيباتيكا. زي ما احنا شايفين في الصورة كده، دي جايجانتيكا. جايجانتيكا نفتكر ان هي جاينت، عملاقة، بتبقى اكبر حوالي مثلا 6 سنتي. الهيباتيكا بتبقى نصها تقريبا 3 سنتي. وفي فروقات تانية طبعا هناخدها في المورفولوجي في السكشن العام. جيوغرافيكال ديستريبيوشن، طب هي موجودة فين الفشولة دي؟ فشوليزيس اللي هو الديزيز اللي كوزد باي الفشولة از كوزموبوليتان. يعني ايه كوزموبوليتان؟ يعني وورلد وايد، موجود في كل مكان في العالم زي ما احنا شايفين في الخريطة كده. زونوتيك ديزيز، زونوتيك يعني بيأفكت الانيمال وما ينفكت الهيومن. عندنا فشيولا جيجانتيكا is the predominant species in Africa and some Pacific island. In Egypt both species are found. اللايف سايكل هنبدأ بنمبر 1. نمبر 1 unembryonated egg or buzzed in feces. انا عندي infected person او animal herbivorous animal هيبدأ ينزل لي الـ unembryonated egg. لازم الـ egg دي توصل للمية، جوه المية يبدأ يحصل لها maturation، تبدأ تطلع حاجة اسمها ميراسيديم. الميراسيديم يبدأ يهاتش ويخرج بره الـ egg ويدور على العائل الوسيط بتاعه اللي هو الـ ايه؟ الـ intermediate host. بالنسبة للفشولة عندنا الـ السنيل اللي هو الـ intermediate host اسمه ليمنيا كيودي، ده في حالة فشولة جيجانتيكا، أو ليمنيا ترانكاتولا في حالة فشولة هيباتيكا. داخل السنيل ده هيبدأ الميراسيديم ده يمر بستيجز زي السبوروسيست. السبوروسيست ده عبارة عن سيست مليانة ريدي. طب وبعدين، طب الريدي دي عبارة عن سيست جواها السركاري، وبعد كده تخرج للسركاري. السركاري هتبدأ تسوين في المية، وبعدين هتبدأ تعمل انسيست على اكواتيك فيجيتيشن. يعني ايه انسيست؟ هتبدأ تفقد التيل بتاعها، تبدأ تحوط نفسها في سيست وول، وتنسيست على مين؟ اكواتيك فيجيتيشن، اي نباتات موجوده في الميه. يجي الهيومن او الهربيفرس انيمال. يعني ايه هربيفرس انيمال؟ هي الحيوانات اكله العشب، تبدا تتغذى على النباتات دي اللي هي جواها مين؟ الانسيستد ميتا سيركاريا. يبدا تخش جوه في الانتستين. اول حاجه تبدا تاكزيست، تبدا تشيل بقى السيست وول اللي عليها دي، البنتريت الانتستينال وول. يعني الدوده دي غريبه قوي، يعني سبحان الله، لا بتطلع في بلاد ولا في ليمف ولا في اي حاجه، لا هي ماشيه كده دايركت بتعمل بنتريشن للتيشو. هتبدا تخرم الانتستين او تخرج منها، تعدي بنتريت الانتستينال وول، تبدا تروح تهاجر، تروح لحد ما توصل للهابيتات بتاعها اللي هو جوه الليفر. فين بالظبط في الليفر؟ اللي هو البيلاري داكت اللي هي القنوات المراريه. يبقى احنا عايزين ايه بقى من اللايف سايكل دي؟ عايزين نعرف ايه هو الديفينيتيف هوست اللي هو جواه السيكشوال ستيج او الادلت ستيج، هيبقى الهيومن والهيربيفيروس انيمال زي ما احنا شايفين الكاتل هنا والشيب. طيب مين الانترميديت هوست؟ هيبقى السنيل اللي هو اسمه ليمنيا، ليمنيا سنيل. طيب مين الانفكتيف ستيج؟ عندنا انسيستد ميتا سيركاري. طب المود اوف انفكشن؟ عن طريق الانجيشن اوف رو فيجيتيشن بتحتوي على انسيستد ميتا سيركاري. طيب ايه الهابيتات اللي هتعيش فيه؟ ايه المكان اللي هتعيش فيه هنا؟ هي اسمها الدودة الكبدية، يبقى بتعيش جوه الليفر، بس لازم احدد بالظبط المكان اللي بتعيش فيه جوه الليفر اللي هو مين؟ البايل داكت.
كده تمام بالنسبة لللايف سايكل. ندخل بقى على الباثولوجي. الباثولوجي ده بيتوقف على انا في انهي ستيج بالظبط. انا قلت انا ما الشخص اللي هو هيبدا ياخد الرو فيجيتابلز اللي بيحتوي على انسيستد ميتاسيركريات، تبدا تفك السيست اللي عليه، تبدا تعمل بنتريشن للتشم. يبقى اول حاجه مرحله المايجريشن اوف ذا يانج وورمز ثرو ذا ليفر بارينكما في الليفر تشم. طب خلاص بعد ما مايجريت ليه؟ عشان تروح للهابيتات بتاعها اللي هو فين؟ في البايل داكت. بعدين مرحله الاستابليشمنت داخل البايل داكت. يبقى انا الباثولوجي هيتوقف على انا في انهي ستيج، مرحله المايجريشن لسه بتهاجر خلال الليفر تشو، ولا خلاص الادلت وور موجوده جوه البايل داكت. لو انا في مرحله المايجريشن ايه اللي هيحصل؟ هي حاجه عماله ماشيه تنخرم في التشو، فيبدا يحصل لها ليفر دامج، ليفر تشو دامج او ديستراكشن، اسمها ليفر روت. روت يعني تاكل، تاكل ليفر. خلي بالكم من الكلمه دي قوي عشان بتيجي في الاسئله. يبقى دلوقتي المايجريشن ده هيعمل لي ايه؟ هيبدا يعمل لي ديستراكشن للليفر تيشو اللي هي اسمها الليفر روت. طيب اللي هو زيرمي بي ايه بقى؟ هيبقى فيه هيماتوما، هيبقى فيه ابسس، واي بارازايت عمال ينخرم في التيشو بيعمل لي حاجه اسمها ايزينوفيليا. دي قاعده ثابته. يبقى انا معايا هيماتوما، حاجه عماله تقطع في التيشو ماشيه تعمل ديستراكشن في التيشو، طب وارد جدا يحصل هيماتوما، يحصل ابسس وكمان ايزينوفيليا. هي استابليشد الادلت ورم، استابليشد وموجوده داخل بايل داكت. ايه اللي هيحصل؟ هي عامله لي حاجتين، اول حاجه ميكانيكال افكت، ثاني حاجه توكسيك افكت. ميكانيكال هي وجودها في حد ذاته ممكن يعمل اوبستراكشن، هي حاجه ميكانيكال موجوده، وخاصه ان هي انا بقول فشيله جيجانت كده توصل ل 6 سم، هي كبيره. ثاني حاجه التوكسيك افكت مش بتطلع لي متابولايت، التوكسيك افكت دي هتبدا تعمل انفلاميشن، والانفلاميشن بعدين هيبدا يهب فايبروزيس وهكذا. طب ده هيحصل ينتج عنه ايه؟ تعمل الكولانجايتس، يعني انفلاميشن في البايل داكت، التهاب في القنوات المرارية اسمه كولانجايتس. كوليسيستايتس اللي هو التهاب في الجول بلادر في المرارة نفسها. جول ستون فورميشن هيبدا يعمل حصوات. واخر حاجه ممكن يحصل لي سيكنينج البايل داكت والاندنج اوبستراكشن، ممكن تقفل لي البايل داكت خالص، سواء ميكانيكال اصلا بالحجم بتاعك الكبير ولو اعداد كبيره وسد ده البايل داكت هتدخله في اوبستراكشن، او نتيجه للتوكسيك افكت او الانفلاميشن اللي حاصل والفايبروزيس، وهيبدا برضو يقفل لي البايل داكت. طيب الكلينيكال بيكتشر هتتوقف على انا في انهي ستيج، في مرحله الاكيوت ستيج ولا كرونيك. في الاكيوت انا عندي حاجه دلوقتي انفلاميشن، يبقى هيعمل لي فيفر. تاني حاجه ده بتافكت الليفر، حاجه موجوده جوه الليفر في البايل داكت، يبقى تعمل لي رايت ابر كوادرانت بين. هو الليفر موجود فين؟ في الرايت ابر كوادرانت، يبقى تعمل لي بين في المكان ده. يبقى انا اول حاجه عندي فيفر، تاني حاجه رايت ابر كوادرانت بين، تالت حاجه ممكن يبقى فيه هيدك، ممكن يبقى فيه شيلز طبعا مع الفيفر، ممكن يبقى فيه ارتيكاريا، ممكن يبقى فيه ستابنج اصابه استرنال بين. طيب انا لو دخلت بقى في الكرونيك ستيج خلاص بقت حاجه مزمنه، هلاقي فيه اللارج تندر ليفر، لان الليفر كبير وبينفض. هي الحاجه دي واقفه لي فين؟ في البايل داكت، فممكن تعمل له اوبستراكشن ينتج عنها جونز. برضو اي حاجه بتافكت البايل داكت او البايل سيكريشن ممكن تعمل لي دايجستيف ديستربنس ودايريا، ما هو البايل ده مهم جدا عشان الدايجشن، هو مش موجود دلوقتي فهيبدا يحصل لي دايجستيف ديستربنس، ممكن يحصل لي كمان انيميا. يبقى انا عندي الكلينيكال بيكتشر في تو ستيج، اكيوت ستيج بيبقى فيها فيفر ورايت ابر كوادرنت بين، عندي كرونيك ستيج بيبقى فيها اللارج ليفر، في جوندس، في ديجستيف ديستربنس. طب ازاي اشخص بقى الفاشيوليزس؟ ازاي اشخصها؟ عندي ثلاث حاجات وده سيستماتيك امشيه على كل حاجه. انا كدكتور قاعد في العياده اشك ازاي؟ يبقى كلينيكال بيكتشر او كلينيكال. طيب هبدا اطلب تحاليل، عندي في حاجات دايركت اللي انا هعمل ايدنتيفيكيشن للايج، انا شفت الايج او شفت الورم حتى نفسها. ان دايركت حاجه غير مباشره زي السيرولوجي والالتراسونوجرافي او الراديولوجي، يبدا هبدا اعمل اشعه او سيرولوجي. السيرولوجي اللي هو هبدا ايه؟ اشوف اجسام مضاده الانتي بوديز او الانتيجين. اول حاجه كلينيكال بيكتشر، انا عندي هيستوري اوف ايتينج ووتر كراس، عندي الشخص جه قال في العده ده انا واكل خضار مش نظيف،
عندي الشخص ده جالب بلاري مانيفستيشن، هبدأ أشك فيه. عندي مودريت تو هاي إيزينوفيلم، يبقى أنا عندي 3 كرايتيريا أشك فيهم إن الشخص ده جاله فاشوليز، هيستوري أوف إيتينج ووتر كراس، بلاري مانيفستيشن، مودريت تو هاي إيزينوفيلم. طيب هبدأ أطلب تحاليل. إيه التحليل اللي هطلبه؟ هبدأ أطلب ستول أناليسيز. ليه؟ عشان أعمل أيدنتيفيكيشن للإيج. Diagnosis based on finding the characteristic eggs that may not appear in the feces until 3 to 4 months after ingestion of metacercarin. دلوقتي الشخص اللي هيبدأ ياخد infected watercress هيبدأ يحصل ايه؟ الميتاسيركاري هتبدأ الأول تأكزيس وبعدين يخرج للماتيور وبتبدأ تعمل بنيتريشن للتشو، وبعدين على ما توصل للليفر وبعدين توصل للبايل داكت ويبدأ تخش في مرحلة الإجلينج. ده كله بياخد لحوالي من 3 لـ4 شهور. يعني أنا قبل الوقت ده لو عملت ستول أناليز هلاقي نيجاتيف، مش هيبقى لسه الإج نزلت. طيب في حاجة كمان بيقول لك، لو الشخص ده في حاجة ممكن تحصل خطأ في التحليل أو حاجة اسمها سبيوريوس إنفكشن اللي هو عدوى كاذبة. إزاي يعني؟ يجي شخص ياكل كبدة نية لأنيمال إنفكتد، هياخد كبدة مثلا كاتل أو شيب infected animal liver leading to، هيؤدي الى false diagnosis. ازاي بقى؟ هي الليفر ده لو هو infected animal هيبقى جوه الادلت، صح؟ الادلت جوه الايج. الشخص ده ما يجي ياكل الليفر هيبدا يحصل له digestion، وده هيبدا يحصل له digestion والايج هتبدا تنزل في الاستول. فانا اجي اعمل له التحليل الاقي الايج عندي في الاستول، بس هل الايج دي معناه ان هو عنده infection؟ لا، ده هو واكل infected animal liver. طب ازاي ما اقعش في الخطا ده، او ازاي استبعده زي ما يحصلش معايا سبيريس انفيكشن؟ اللي انا هبدا اعمل ليفر اكسكلوجن من الدايت لمده 3 دايز بيفور ستول اكزامينشن. يبقى قبل ما يعمل لي التحليل ب3 ايام، لا انت ممنوع ان انت تاكل اي كبد. تمام. تالت حاجه عندنا اندايركت ميثود. عندي اول حاجه الالتراسونوجرافي، السونار. الدكتور كده بيعمل سونار هيبدا يشوف الليجن اللي موجود في الليفر، ده فيه انفلاميشن، ده فيه اوبستراكشن في البايل داكت، وممكن برضو يشوف الورم نفسها. بس لو شاف الورم هنا هيبقى دايركت لانه هو شافها مباشره، مش استدل عليها بحاجه تانية. يبقى انا الالترا ساوند او الالترا سونوجرافي هيفيدني في حاجتين. اول حاجه ان انا اشوف الليفر ليجن، ايه اللي موجود في الليفر بالظبط. تاني حاجه ممكن اشوف الورم داخل البايل داكت. طيب مين تاني غير الاندايركت ميثود؟ عندنا السيرولوجي. السيرولوجي مفيد في حالتين بدري قوي. انا بقول بقعد 3 4 شهور على ما بتبدا الايج تنزلي في الاستور، فالفتره دي انا ممكن اعرف عن طريق السيرولوجي. طب لو حاله كرونيك وما بتنزلش ايج كتير، برضو السيرولوجي هيفيدني فيه. يبقى انا السيرولوجي بيفيدني سواء ايرلي بري بيتنت او كرونيك انفيكشن ويز ليتل اور نو ايج اوبوت. طب خلاص انا شخصت العيان اللي هو عنده فشوله، اديله ايه؟ ايه العلاج؟ تراي كلابندازول. نحفظه زي اسمنا لانه بيجي كتير في الام سي كيو. تراي كلابندازول از ذا دراج اوف تشويس. طيب الوقايه خير من العلاج، ايه الافضل من العلاج؟ اللي انا امنع الديزيز اصلا. ازاي اعمل بريفنشن؟ ناخدها قاعده كده، اي ديزيز عايز اعمله بريفنشن يبقى لازم اقطع اللايف سايكل بتاعته. اول حاجه الشخص اللي كان بياكل الووتر كراس دي، طب ما انا اقول له اعلمه، اقوله اعمل له هيلث اديوكيشن، اعلمه ان هو ما ياكلش رو فيجيتابلز، ما ياكلش خضار ني، لازم يغسله كويس او يبقى مستوي عشان ما يبقاش ايه في انفيكشن بالانسيست الميتاسيركاري. برضو الشخص ده اعلمه ان هو ما يعملش ديفيكيشن في الووتر عشان ما اقطع الايه السايكل، ما الايج هتنزل للستول هتنزل في الووتر هتبدا تطلع الميراسيديوم وهكذا، يبقى انا اقطع السايكل. يبقى انا عملت هيلث اديوكيشن. طيب ما انا برضو المفروض اعمل تريتمنت للهربيفورس انيمال لان ريزرفوار هوست. يعني ايه ريزرفوار؟ مصدر للعدوى. ما هي الايج بتاعتها تبدا تنزل تعمل لي كونتامينيشن للميه وبعدين نكمل لايف سايكل. طب ما انا اعالج الانيمالز دي. اخر حاجه عندي، طب الايج ما بتوصل الميه بتروح لمين؟ بتروح للسنين. طب انا امنع السنين ده. يبقى انا فكرتي كلها في البريفنشن، اللي انا بقطع اللايف سايكل سواء بالهيومن هبدا اعمل له هيلث اديوكيشن، بالهربيفورس انيمال لا هبدا اعالجها، انا مش هقدر اعملها هيلث اديوكيشن انما اقدر اعملها تريتمنت.
طيب المية اعمل فيها ايه؟ سنيل كنترول.